بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى ربي وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحام بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس 16 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا المجلس المنعقد في 26 من شهر جماد الآخرة سنة 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نواصل فيه حديث المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الذي وقف عنده الحديث ليلة الجمعة الماضية في ذكر الهجرة الأولى والثانية، مستكثرين في مجلسنا هذا من صلاتنا وسلامنا على رسول الهدى ونبي الرحمة والتوبة والملحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، راجين بذلك موعود الأجر الكريم والثواب العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى عليك الله يا من ذكره شرح الصدور وطيب الآفاق، إن لم نكن ممن رآك فإننا توقا إليك نعانق الأشواق. وهذا المجلس أيها الكرام نواصل فيه ما توقف عنده الحديث عما ذكره المصنف من هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة في الهجرة الأولى والثانية، وما تلاه من حصار الشعب والأحداث العظام التي مرت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في ذكر الهجرة الأولى والثانية. لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم لهم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال: إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية. فأقاموا بالحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود. ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة. وأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، وبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرو بن العاص في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم. نعم، تقدم هذا أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية، وأن الهجرة الأولى إلى الحبشة التي أذن بها رسولنا صلى الله عليه وسلم للصحابة الأوائل بمكة كانت في 5 من البعثة، يعني بعد 5 من تبليغ الإسلام ودخول المسلمين فيه. وكانت الهجرة الثانية بعدها بسنة، أي في 6 من البعثة. وكما قال المصنف رحمه الله: هاجر في المرة الثانية 83 رجلا، وقيل 82 رجلا، ومعهم 18 امرأة، فهم قرابة 100 مهاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلهم من الرجال وقليل منهم من النساء، فرارا بدينهم
وبقوا هنالك حتى كانت غزوة خيبر، ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مجموع سفرهم وإقامتهم بأرض الحبشة ما يقارب 14 عاما، ورجعوا بعد ذلك إلى الإسلام وقد عز أمره واشتد حاله بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أحوال عظام مرت بالإسلام والمسلمين بمكة في أوائل سنوات البعثة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصروه وأهل بيته في الشعب، شعب أبي طالب، 3 سنين، وقيل 2 سنين، وخرج من الحصر وله 49 سنة، وقيل 48 سنة. بعدما هاجر الصحابة في الدفعة الثانية إلى الحبشة في 6 اشتد أذى كفار قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ممن بقي ممن لم يهاجر. واشتداد الأذى هو نوع مما يفعله أعداء الإسلام فور شعورهم بصلاح أمر الإسلام واشتداد أمره وتمكنه وقوته، فهي محاولة لإضعاف الإسلام والمسلمين. فكان هذا في 6 من البعثة، وامتد الحصار ما يقارب 2 أو 3، يعني من 6 إلى 9 تقريبا كان حصارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب. وذلك أن قريشا تواطأت فيما بينها على تشديد النكال بالمسلمين وعزلهم وحصارهم اقتصاديا واجتماعيا، من أجل ألا يكون أمام الفئة المؤمنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 2، إما الموت جوعا أو ترك الإسلام والرجوع عنه. فكان من أهم بنود اتفاق قريش على المقاطعة أمران: ألا يتناكحوا، ألا ينكحوا من بني هاشم وبني المطلب ولا ينكحوا إليهم، والأمر الثاني ألا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم شيئا. ولأجل توثيق هذه المعاهدة الجائرة الظالمة بحصار بني عمومتهم من بني هاشم وبني المطلب، كتبوا بنود هذا الاتفاق في صحيفة وأودعوها جوف الكعبة، وأخذوا على أنفسهم الالتزام بها والتواطؤ على ذلك الجور الظالم، وألا يخرقوا من ذلك شيء مهما بلغ الأمر من الشدة. فلما علمت بنو هاشم وبنو المطلب بذلك انحاز الجميع إلى أبي طالب نصرة له، وفيهم من لم يسلم لكنها الحمية لبني عمومتهم. فكان هذا مقابلة لعتاة قريش، إلا أبا لهب فإنه بقي مع قريش في جورها وظلمها لبني هاشم وبني المطلب، ورافق طغاة قريش في موقفهم من حصارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل المسلمون من والاهم إلى شعب أبي طالب، وهناك صمدوا على ضنك العيش وشدته وما أصابهم من الجوع والأذى، مما نقله بعض الرواة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم. روى الشيخان في الصحيحين من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في ذلك اليوم من الغداة يوم النحر وهو بمنى، قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يذكر هذا عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع، لأنه موقف عظيم في تاريخه لم ينسه عليه الصلاة والسلام، وهو نازل في حجه إلى خيف منى، قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب. وذلك كما يقول الزهري أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما أصابهم فيه، فتقاسموا على الكفر. ولذلك أخرج أصحاب السير هذه القصة بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا مختصرا موجزا، لكنه أصابهم من الأذى والجوع شيء عظيم.
أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح وأحمد وابن ماجه وغيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواريه إبط بلال. ولا يجزم أن هذا كان أيام الحصار، لكنه بلا شك كانت من أيام الفتنة والابتلاء التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: 30 يوما وليلة ليس شيء يأكله ذو كبد، إن كائن حي، إلا شيء يواريه إبط بلال. إذا أراد أن يخفي المرء شيئا تحت إبطه فما عساه أن يحمل من الطعام قدر قليل، هي لقيمات معدودات. قال: وما لي ولبلال شيء يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وهذا في وصف الحال العظيم الذي أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. قال: فاشتد أذاهم وحصروه وأهل بيته في الشعب، شعب أبي طالب 3 سنين وقيل 2 سنين. وعلى كل حال استمرت المقاطعة ولم يجدوا شيئا إلا ما كان يأتيهم من بعض ذوي المروءات، كما ورد أن هشام بن عمرو بن الحارث كان يأتي بالبعير وقد حمله طعاما، فيأتي إلى أول الشعب فينزع خطامه ثم يضربه على مؤخرته فيبعثه يدخل الشعب بما حليه من الطعام ليأخذه الناس داخله وبما فيه من قمح، ويفعل مرة ومرتين، وبقيت المعاناة واستمر الحصار واشتدت وطأته حتى تجاوزوا 2 سنين فتضوروا جوعا، فاضطر بعضهم إلى أكل ورق الشجر والعشب ليسدوا جوعهم، حتى رأى بعض النبلاء من قريش مما أصاب بني عمومتهم من بني هاشم وبني المطلب ما أن هذه المقاطعة الجائرة لا ينبغي أن تكون كذلك، فسعى بعض العقلاء والحكماء منهم فيهم هشام ابن عمرو، فكلم زهير بن أبي أمية في الشأن فاستجاب له، ثم استعى فضم إليه بعض كبار القوم أمثال المطعم بن عدي وأبو البختر بن هشام وزمعة بن الأسود، فاتفقوا ونسقوا فيما بينهم ليخرجوا برأي تستجيب له كبراء قريش وينزعوا عن المقاطعة. فاجتمعوا ذات يوم في النادي، فقام زهير بن أبي أمية وقام وطاف بالبيت 7، ثم وقف فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يبتاعون ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل كبرا وطغيانا: قال والله لا تشق. فقام زمعة بن الأسود فقال: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقام أبو البختري فقال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر. فقام المطعم بن عدي فقال: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. فأدرك أبو جهل أن أمرا ما تم ترتيبه وبيت، فقال: هذا أمر قضي بليل. وأدرك أنه سعي من نبلاء القوم، ثم انتهى الأمر إلى فض الصحيفة وإنهاء الحصار والمقاطعة. فهذا الذي أشار إليه المصنف، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحصار وله 49 سنة، لأنه بعث على رأس 40 عليه الصلاة والسلام، وكانت الهجرة الثانية إلى الحبشة في 6 إذن فكان عمره 46 سنة. فإذا كان الحصار قد امتد 2 أو 3 فيكون قد خرج من الشعب بعد الحصار وعمره 49 سنة، وإذا قلنا إن الحصار كان 2 فيكون عمره 48 سنة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة. وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس، فنالت منه الكفار أذى شديدا، ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير. نعم، هذان حدثان مهمان حدثا في 10 من البعثة، يعني بعد الخروج من الحصار. في 10 من البعثة أصيب نبينا صلى الله عليه وسلم بمصيبتين كبيرتين: موت عمه أبي طالب وموت زوجه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها.
قال رحمه الله: بعد ذلك بأشهر، يعني بعد الخروج من الحصار، وهو تحديدا في السنة العاشرة كما يتفق عليه عامة أرباب السير. مات عمه أبو طالب وقد بلغ من العمر 87 سنة، مات بعد 10 سنوات قضاها دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام وعمه أبو طالب لا يزال على الكفر، إلا أنه بقي نصيرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يرد عنه أذى قريش ويصد عنه العدوان، ويبقى له ممكنا. وأبو طالب بعد موت عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من رؤوس قريش التي تستجاب لهم الكلمة ويطاع لأمرهم، فبقي يفرد ظهره دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذه جملة معترضة يشير إلى أن ابن عباس من صغر سنه ما ولد إلا قبل الهجرة بقليل، فإنه إذ ذاك لم يكن يتجاوز 2 أو 3 سنوات لما هاجر نبينا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قال: فنالت منه الكفار أذى شديدا، يعني بعد موت عمه أبي طالب، والسبب أن سنده وحاميه والذي كان يحول بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عمه أبي طالب قد مات، فاستفردت قريش بالأمر واشتد عدوانها وأذاها. وهنا تسمع ما يرد في السير من تطاولهم الذي ما كانوا يجرؤون عليه أيام أبي طالب، والجرأة التي بلغت بأن يقوم أشقى القوم فيضع سل الجزور على ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ساجد عند الكعبة، أو يتناولونه بسفيه القول وساقط الكلام وقبيح الأوصاف، فيقول أحدهم ساحر، ويقول الثاني شاعر، والثالث يقول كذاب، والرابع يقول مجنون. الرجل هو سيد مكة، سيد فتيانها لما كان فتى، وسيد كهولها لما بعث على رأس 40 وقد غدا نبيا عليه الصلاة والسلام. فلهذا وقع شديد، ولا شك هذا الأذى الشديد الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام أعقبه موت زوجه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. فاجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العام تلك المصائب: موت عمه أبي طالب، واشتداد وطأة قريش وأذاها، ثم موت زوجه خديجة. والذي كان بين موت خديجة وموت أبي طالب لم يكن مدة طويلة، حتى سمي هذا عند عامة أرباب السير هذا العام بعام الحزن الذي توفيت فيه خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب، وما أصاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن والهم، وما تعرض له سفهاء قريش أيضا من الأذى، فقد كان زوجته وعمه يدفعان عنه كثيرا من ذلك. ولو لم يكن في بقاء عمه وزوجه إلا ما يجده المرء إذا عاد إلى بيته محمولا بالهم، فيجد الزوجة المؤمنة الصابرة الراضية التي تضع كفها وحضنها الدافئ وتحوطه بمشاعرها، فيطمئن قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن إسحاق: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، وهذا كان قبل الهجرة ب3 سنوات كما تقدم. وقال بعض أهل العلم إنه كان بين موت خديجة وأبي طالب 3 أيام ولم يزد، فكان تتابع الأمر شديدا في وقعه على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال العيني وفي عمدة القاري: توفي أبو طالب هو وخديجة في 3 أيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد لذلك وجدا شديدا كما تقدم. لا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سمى ذلك بعام الحزن، إنما هو تسمية أهل العلم والتواريخ والسير وصفا لهذا الحادث العظيم. وقد وكانت أياما معدودة كما تقدم، لكنه الوقع العظيم على فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له. نعم، اشتداد الأذى يا كرام حصل بعد موت عمه أبي طالب وبعد موت زوجه خديجة. ولتعلموا رعاكم الله شدة وقع هذا الأمر، فاعلموا أن خديجة هي زوجه عليه الصلاة والسلام، وحسب المرء أن يموت في حياته شريكه،
ومن كان يعيش معه في بيت واحد، فكيف إذا كانت هذه الزوجة هي المسلمة الأولى في تاريخ الإسلام التي آمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بل إن ذلك بقي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام لا ينساه لخديجة، كما أخرج أحمد والطبراني وفي المعجم وغير واحد حديثا يذكر فيه تذكر فيه عائشة رضي الله عنها هذا الموقف، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت عائشة: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء الشدقين وقد أبدلك الله خيرا منها. تقصد بحمراء الشدقين خديجة رضي الله عنها، والشدق جانب الفم، وتقصد بحمراء الشدقين أنها عجوز كبيرة قد سقطت أسنانها فلم يبقى إلا حمرة اللثة من الداخل، فلا يوجد فيها أسنان، فإذا فتح الفم لا ترى فيه إلا حمرة اللثة. فقالت: ما أكثر ما تذكر حمراء الشدق قد أبدلك الله خيرا منها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. فما رزق عليه الصلاة والسلام من النساء ولدا غير الذي رزق من خديجة رضي الله عنها سوى ما كان من إبراهيم، فإنه من ماريا. وفي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها أيضا: استأذنت هالة بنت خويلد. من هالة؟ أخت خديجة رضي الله عنها، استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فعرف استئذان خديجة، يعني سمع في صوتها صوت خديجة. قالت: فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، ما رأى، سمع الصوت من الخارج يستأذن في الدخول. قالت: فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، يعني اللهم اجعلها هالة أن تكون المستأذنة الداخلة. قالت عائشة: فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها، يعني مما أصابها من الغيرة. هذا وعائشة ما أدركت خديجة ولا اجتمعت بها رضي الله عنها، لكن المقصود من ذلك أن تعلموا رعاكم الله عظم موقع خديجة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قالت أبدلك الله خيرا منها تقصد نفسها، وفي رواية للبخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. فكان عليه الصلاة والسلام يحفظ لخديجة هذا المقام العظيم، فأدركوا عظم هذا الشأن في حياته عليه الصلاة والسلام. أن يموت عمه أبو طالب ثم بعد أيام تموت خديجة، ومع ذلك يبقى قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام ثابتا بالإيمان، حريصا على تبليغ الدعوة لأجل أن أنجو أنا وأنت من النار وينقذنا الله تعالى بدعوته. فنغدو في الحياة مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أمة محمد، لقد قام نبيكم صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذا الإسلام أعظم ما قام به نبي في أمته، وأحدكم لو ابتلي بموت زوجته وأمه أو أبيه في أيام متتابعة لقعد به المصاب وأحاط به الهم وترك كل شيء، وربما أغلق عليه الهم دنياه وأخراه، فما يخرج من داره ولا يلقى أحدا وتتعطل وظائفه ومعاشه وأمر حياته. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فظل يحمل الأسى مع حمل هم الدعوة، ينطلق ممتثلا أمر الله: يا أيها المدثر قم فأنذر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنذر عشيرتك الأقربين. فما غدا إلا ممتثلا لأمر الله يتحامل وفؤاده جريح عليه الصلاة والسلام.
يتصبر وقلبه مكلوم عليه الصلاة والسلام من أجل تبليغ الإسلام، من أجل إخراج أنا وأنت وأبي وأبيك وأمي وأمك وأجدادنا من النار، لتغدو هذه الأمة وقد أشرقت شمس الرسالة ونبيها صلى الله عليه وسلم يعلنها ويصدح بها ويخرج الناس بأمر الله من الظلمات إلى النور، يدلهم على صراط الله المستقيم، فأكثروا الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله، وأقام بها أياماً فلم يجيبوه، وآذوه وأخرجوه، وقاموا له سماطين فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً إلى مكة، وفي طريقه لقي عداساً النصراني فآمن به وصدقه، وفي طريقه أيضاً بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين فاستمعوا القرآن وأسلموا، وفي طريقه تلك. نعم، في هذه القصة بعدما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أهم الدعوة فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يبحث عن بلد يستجيب فيه أهله لدعوته، فلم يجد إجابة بل آذوه وأخرجوه، وأقاموا له سماطين يعني صفين يقفون له عدوانا وأذى، فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، فانصرف صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة ولم يجد في الطائف ما رجا من إسلام أهلها. وهناك حدثت له من الوقائع أيضا والوقاحة واشتداد الأذى ما طواه المصنف رحمه الله تعالى اختصارا. وفي طريقه في العودة لقي عداسا النصراني، وذلك في أحد بساتين مكة التي تقع في الطائف، رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة، وما لقي من ذلك الأذى وقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا البستان فدخل فيه، فأشفقوا عليه وتحركت في نفوسهما أمر الرحم الذي بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعوا هذا الغلام النصراني الذي يسمى عداسا وقال له: خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد دخل البستان يستظل فيه ويستريح مما أصابه من عناء السفر وموقف أهل الطائف، ففعل عداس وأقبل بالطبق من العنب فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: كل. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده قال: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، يعني ذكر اسم الله تعالى على الطعام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أي البلاد أنت؟ قال: نصراني. قال: من أين؟ قال: رجل من أهل نينوى. فقال عليه الصلاة والسلام: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك أخي كان نبياً وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه، فيقول ابن ربيعة عتبة وشيبة وهما ينظران من بعد يرقبان وقد بعث عداساً بطبق العنب شيئاً من الإشفاق مما وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت ابن ربيعة فقال أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل؟ فقال: ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. فقال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير منه. ذكر عامة أرباب السير هذه القصة وليست لها إسناد على طريقة المحدثين، وهي منقطعة لإرسال وبعض العلل التي يصيب إسناد عامة أخبار السير فيما يقع عادة. ولذلك نقل ابن إسحاق في بسنده عن عروة بن الزبير فيما يحكى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الوقائع شيئا من هذه الأخبار التي سمعتم، ومنها قصة عداس. قال: فآمن به وصدقه. قال: وفي طريقه أيضا بنخلة، ونخلة موقع أو واد بين مكة والطائف، فلما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم
صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين فاستمعوا القرآن وأسلموا. وهذا معروف في عامة كتب السير ودواوين السنة بقصة جن نصيبين. ونصيبين هو موضع بين مكة والطائف، والمراد بهؤلاء الجن ما ذكر في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقد جاء في سورة الجن أيضا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والصحيح أن القصة التي استمع فيها الجن في سورة الجن غير القصة التي استمع فيها الجن القرآن المذكور في سورة الأحقاف، بل مجموع الروايات التي فيها سماع الجن للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم متعددة، تبلغ ستة أو سبعة من المرات، فهي متكررة. حصل بعضها في مكة، وبعضها في الطريق بين مكة والطائف، وحصل بعضها في المدينة بعد الهجرة، وكل ذلك يدل على تكرر سماع الجن للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سورة الجن فمكية، فاستمعوا القرآن بمكة. وأما سورة الأحقاف فأيضا فيما وقع فيه من سماع الجن، وهم وفد جن نصيبين الذين استمعوا إلى القرآن. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، ونخلة هو الوادي الذي يقع بين مكة والطائف، فلما سمعوه قالوا: أنصتوا، يعني قال بعضهم لبعض: صح صح، يتنصتون ليسمعوا القرآن من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا تسعة أحدهم زوبعة، هذا يقوله ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فأنزل الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وهذا غير الذي أخرج البخاري ومسلم من حديث مسروق قال: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمع القرآن؟ قال: حدثني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة. فيحتمل أن يكون هذا غير الموضع الأول. وفي حديث عبد الله بن جعفر قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه، وذكر فيه القصة التي حصلت في قدوم الجن واستماعهم للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستمعوا القرآن وأسلموا، وهذا الذي ذكر في سورة الأحقاف. قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، الآيات. فانظروا كيف عوض الله نبيه صلى الله عليه وسلم لما أصابه من ألم موت عمه وزوجه واشتداد أذى قريش وكفرها، ثم انصراف أهل الطائف عن إجابة دعوته وتماديهم بل وتطاولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرجع وإذا في الطريق عبد نصراني في بستان يقال له عداس، فيجد علامات النبوة فيسلم لأول وهلة، ثم يسخر الله له خلقا آخر غير الإنس الذين هم من بني جنسه عليه الصلاة والسلام، فيأتي إليه الجن فيستمعون القرآن فيدخل قلوبهم وينفذ النور إلى أفئدتهم فيستجيبون. لا شك أن هذا من تثبيت الله لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسلى عنه بعض المصاب، وأن يجد قلبه المكلوم عليه الصلاة والسلام شيئا يستروح به ويتقوى به في طريق دعوته. قال: فاستمعوا القرآن وأسلموا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلاها إن أراد، فقال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، الحديث. ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي. المطعم بن عدي، نعم. في حديث عبد الله بن جعفر
قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء الذي أشار إليه المصنف في طريق عودته عليه الصلاة والسلام، أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته، يعني أن أطع ما يأمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطبق على قومه أخشبي مكة إن أراد، وأخشبا مكة المقصود بها جبلاها. وهنا ساق المصنف رحمه الله رواية قال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. أدخل رواية في رواية، وهذا من المواضع التي استدرك فيها على الإمام المصنف ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك أن الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألته عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ وعائشة رضي الله عنها سألت عن يوم أحد لأنها أدركت ذلك اليوم ورأت ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام حين سقط في الحفرة على جنبه فتأذى فانكسرت ثنيتاه وسال الدم على وجهه وشقت جبهته ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام وتهشمت ثنيتاه فصابه ألم شديد في أحد، هذا فضلا عن المقتلة التي وقعت في الشهداء من الصحابة وقتل عمه حمزة أسد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فكان يوم أحد في نظر عائشة رضي الله عنها من أشد ما رأته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك سألت: هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد، أو كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. وهذا في الطائف. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فقوله بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، هذا اللفظ الذي روته عائشة رضي الله عنها. أما في لفظ أستأني بهم فهو في قصة أخرى في مكة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحاول في دعوة مكة وأهلها، في حديث ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا، يعني أن تزول جبال مكة فتتحول إلى مزارع وسهول، إن كنت صادقا في نبوتك فادعوا الله. قال عليه الصلاة والسلام وقد أتاه جبريل فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوه، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم، وإن شئت أن أستأني بهم لعلنا أن نستحي منهم فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل أستأني بهم. فأنزل الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون.
والمقصود أن هذا الحديث في قوله بل أستأني بهم إنما قاله عليه الصلاة والسلام في قصة طلبهم تحويل الصفا ذهبا وأن تزول عنهم الجبال ليزدرعوا. وأما قوله في عودته من الطائف بل أسأل الله، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي الحديث، ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي. نعم، ولهذا يعني أخرج ابن إسحاق في السير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا أهل الطائف وذكر القصة بطولها أورد الدعاء اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخر الحديث. قال فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين. فكان هكذا تسلسل الأحداث، وكانت دعواته تلك عليه الصلاة والسلام قد أجابها الله عز وجل فرضى فؤاده بإسلام جن نصيبين. قال ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، والمطعم بن عدي ممن كانت له يد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الجوار، والمقصود بالجوار أنه حماه من أذى قريش ولم يأذن لأحد أن يتطاول عليه. وما الحاجة إلى ذلك؟ نعم، قد مات عمه أبو طالب، والنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يكون في تناول سفهاء قريش وتطاول أوغادها وأذاهم، فكان المطعم بن عدي قد بذل له الحماية والأمان والجوار أن تمد إليه يد بسوء أو لسان بسفاهة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى هذا الموقف للمطعم بن عدي، حتى كانت غزوة بدر وأسر فيها من أسر من كبار قريش وصناديدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حياً فكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. يدرك عليه الصلاة والسلام أن هذا الموقف من البر والوفاء للمطعم بن عدي لم ينسه له صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم أسري بجسده وروحه إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة، هذا أصح الأقوال. وقيل كان ذلك مناما، وقيل بل يقال أسري به ولا يقال يقظة ولا مناما، وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما، وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وقيل بل أسري به ثلاث مرات، وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. قصة الإسراء والمعراج إحدى أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثبتها القرآن، فهي من الوقائع التي يؤمن بها المسلم ويعتقدها يقينا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالإسراء من أعظم معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورواياته في السنة متعددة، غير أن في الروايات المتعددة اختلافا جعل أهل العلم يتفاوتون في الإجابة عن تلك الروايات التي تعددت. وكان تعدد تلك الروايات واختلاف بعض ألفاظها مدخلا لبعض الطاعنين في السنة من أعداء المسلمين وبعض جهلة المنتسبين إلى الإسلام في التشكيك في حادثة الإسراء والمعراج. أقول كان هذا مدخلا لبعض أعداء الإسلام وبعض الجهلة من بني الإسلام أو المنتسبين إلى الإسلام للطعن في حادثة الإسراء والمعراج، فمنهم من أنكرها جملة وتفصيلا، ومنهم من لم يستطع الجمع بين تلك الروايات المتفاوتة فقال بالاضطراب أو سكت. أوجز المصنف رحمه الله باختصار شديد بعض إجابات أهل العلم، قال أسري بجسده وروحه إلى المسجد الأقصى. اختلف أهل العلم هل كان الإسراء يقظة أو مناما، فإن قلت يقظة فهو إسراء بالجسد والروح، وإن قلت في المنام فهو إسراء بالروح فقط لأن الجسد نائم.
وسبب هذا الاختلاف أن في بعض الروايات الصحيحة لحادثة الإسراء أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها أنه كان نائم وأنه رأى رؤيا في المنام، وذكر ما حصل في حادثة الإسراء في رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام في المنام. وعلى كل حال، فتعدد الروايات كان سبباً لاختلاف إجابات أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: أسري بجسده وروحه إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى فوق السماوات إلى الله عز وجل. فلما تقول الإسراء والمعراج فهما حادثتان متصلتان، أما الإسراء فهي الرحلة الأرضية من مكة إلى بيت المقدس، وهناك دخل المسجد الأقصى وصلى فيه وأما بالأنبياء عليهم السلام، وأما المعراج فهي الرحلة السماوية التي صعد فيها صلى الله عليه وسلم من هذه الأرض إلى الملكوت الأعلى، قال إلى السماوات إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات. في الحديث المشهور الذي يعرفه كلكم، لما صعد السماوات سماء سماء فلقي بعض الأنبياء عليهم السلام هناك، ولما أوحى الله إليه وكلمه وفرض عليه الصلوات مر بموسى عليه السلام فطلبه التخفيف، إلى أن عاد عليه الصلاة والسلام بعدما فرضت الصلوات الخمس. قال المصنف رحمه الله: وكان ذلك مرة واحدة، هذا أصح الأقوال. يشير إلى أن بعض أهل العلم قال إن حادثة الإسراء وقعت أكثر من مرة جمعا بين الروايات المختلفة، وأنها كانت بالجسد والروح مرة، وكانت بالروح فقط يعني مناما مرة أخرى، جمعا بين الروايات التي تعددت. قال رحمه الله: كان الإسراء والمعراج مرة واحدة، هذا أصح الأقوال. ثم أتاك بالأقوال الأخرى، وقيل كان ذلك مناما، وسبب هذا القول الاستناد إلى بعض الروايات التي لعلنا نعرض طرفا منها في مجلس الجمعة المقبلة إن شاء الله. قال رحمه الله: وقيل بل يقال أسري به ولا يقال يقظة ولا مناما. بعضهم يتوقف فإذا ذكر الإسراء قال: لا تسألني يقظة أو في المنام، أخبر بما أخبر الله به، والله قال أسرى بعبده. قال أهل العلم: لو كان الإسراء مناما ما قال أسرى بعبده، والمقصود بقوله أسرى بعبده يعني ببدنه وبجسده عليه الصلاة والسلام. وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء كان مناما، هي محاولة أيضا لجمع بين الروايات المتفاوتة في قصة الإسراء والمعراج. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وقيل بل أسري به ثلاث مرات، من أجل تعدد الروايات التي نعرضها في مجلس ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله. قال: وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. لم يختلف أهل العلم أن الإسراء ما وقع إلا بعد البعثة، بعد النبوة، بعد أن أرسل عليه الصلاة والسلام. يشير إلى بعض ما وقع في الروايات وهما وخطأ، وأطبق العلماء على تخطئة راويه ممن زعم أن ذلك كان قبل النبوة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه، فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء. وقيل إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي، وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة. وقيل بل الوحي هاهنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة، والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام، والله أعلم. وقع في بعض الروايات التي كان في رواتها شريك أن ذلك يعني أن حادثة الإسراء كانت قبل أن يوحى إليه بهذا اللفظ، فقال بعض أهل العلم هذا وهم وخطأ، وهو من أغلاط شريك التي أحصاها المحدثون لسوء حفظه وضبطه لحديث الإسراء. وأجاب بعضهم قالوا: لا، هو يقصد قبل أن يوحى إليه ليس وحي النبوة، لا، قبل أن يوحى إليه يعني أن يخبر بأنه سيكون في رحلة إلى عالم السماء، وأن الإسراء وقع فجأة دون إخبار مسبق، فهذا معنى قبل
أن يوحى إليه، وقيل بل المقصود أنه كان إسراء المنام هو الذي وقع قبل الوحي، وهذا على القول بأن الإسراء وقع مرتين. فهذه إجابات متعددة لما وقع في رواية شريك، وهي مخالفة لعامة الروايات التي ما ذكرت الجملة أن الإسراء كان قبل الوحي، فهي إجابات لأجل أن تبقى الروايات وهي صحيحة في الجملة في إثبات حادثة الإسراء، وهي أعظم أو من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل قصد المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع الاختصار في ذكر مجمل أحداث ما مر برسول الله عليه الصلاة والسلام في فترة دعوته بمكة، أوجز الكلام هاهنا إيجازا، وسيعود إلى ذكر حادثة الإسراء في موضع متقدم من الكتاب إن شاء الله تعالى. لكن الروايات التي اجتمع في رواتها من الصحابة أكثر من 20 صحابيا تدل على تواتر قصة الإسراء، فهي من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينبغي أن يقع في قلب مسلم شبهة من شبه المشككين فيها أو الطاعنين في ثبوتها، بغية التشكيك حتى في الثابت من كتاب الله في سورة الإسراء. ولعلنا أن نأتي على شيء من تفصيل بعض الروايات الواردة في مجلس ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، ولا يزال في بقية هذا الفصل تتمة نأتي عليها تباعا بعون الله جل وعلا. هذه ليلة الجمعة أيها المباركون فيها الخيرات والبركات التي يتقلب في أكنافها أهل الإيمان، فضلا من الله ورحمة ونعمة بعباده أهل الإسلام يتقلبون في أكناف الذكر لله عز وجل، فيصيبون من طمأنينة القلب وانشراح الصدر ما كتبه الله لأهل ذكره، وهو القائل سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي أكناف ذكر الله عز وجل يتقرب المحبون إلى ربهم بصلاتهم وسلامهم على من أحبه الله وأخبر بصلاته عليه وصلاة ملائكته عليه، وأمر الأمة بالصلاة والسلام عليه لما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجد المؤمنون في هذه الليلة المباركة وفي يوم الجمعة المبارك قدرا عظيما يصيبون من هذا الأجر العظيم والموعود الكريم. يا من لشربة حوضه نشتاق وبمدحه تتعطر الأوراق، صلى عليك الله حتى تنتهي أنوار نجم في السماء براق. فاستكثروا من صلاتكم وسلامكم على نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم، وفاء بحق نبي عظيم كريم يتعلق برقاب أمته من الوفاء له صلى الله عليه وسلم ما يستوجب أن نكون في ركاب الأمة المحبة له الطائعة المستجيبة التي تمتلئ قلوبها قبل ألسنتها حبا وصلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في خير أمة نبيك صلى الله عليه وسلم إيمانا وحبا وطاعة واستنانا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا رب وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.